وانتوا بقى تبقوا اول مره كشركه تبنوا نادي ان شاء ولا؟ الله باذن الله. ان شاء الله بجد والله الفكره دي. الزمالك صراحه يستحق ان هو يكون اول نادي يبني نادي عالمي في العاصمه الاداريه، لان العاصمه الاداريه كل مصر عامله فيها عظمه رهيبه جدا. المشاريع كلها اللي تمت، حتى مسجد مصر، حتى كلها مشاريع فعلا عالميه، مش مجرد مباني كويسه. يعني احنا كنا نزعل جدا لما نشوف ان الاجيال القديمه قوي هي اللي عامله طبعا الحاجات العظيمه، المباني العظيمه. طبعا كان جامع وروكسي وفي وسط البلد كان ابنيه كده ليها رونق وشكل مختلف. يعني مصر صراحه عملت حاجات عظيمه جدا جدا جدا. هتبقى يعني عبقريه العاصمه كمان ان الحاجات العالميه دي هتعمر كل المنطقه، احنا لغايه السويس، فدي هتبقى ثروه كبيره جدا للاجيال اللي جايه. فاعتقد ان شاء الله 2023 ده عام افتتاحات العاصمه، المصريين هيشوفوا فعلا يعني ما يفتخروا بيه، وهيشوفوا فعلا تعب كبير جدا من الرئيس ومن الدوله المصريه عشان مصر تاخد مكانتها ونلحق برغبه التقدم والتطور، وان المدن القديمه بتاعتنا اللي كانت غير قادره على تلبيه متطلبات التكنولوجيا والتطور واحتياجات التطوير، الحمد لله الحمد لله في المدن الجديده، مدن الجيل الرابع كلها وخصوصا العاصمه الاداريه، مش بس يعني مدن الجيل الرابع حوالي 14 مدينه فعلا، يعني اصول كبيره جدا اضافت لبلدنا وهتفضل كمان للاجيال اللي جايه باذن الله.